في مدينة الغالية موعودون بتجمع ضخم سيجتمع فيه الأبطال، وسنشهد نزالات حماسية لأبطال الملاكمة العالمية، ستتجه أنظار العالم إلى الرياض بدلاً عن غزة. للأسف هكذا يتم افتتاح موسم الرياض الترفيهي في 28 من شهر أكتوبر لهذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ وبحضور الفنانين والمشاهير من أقطار الدنيا الذين دعم بعضهم جيش الاحتلال بإبادة أهالي غزة وإخواننا في فلسطين. بالرغم من حرمة الحفلات الماجنة وما يقوم به تركي آل الشيخ في هيئته الترفيهية من إلهاء لبناتنا وأبنائنا وصرفهم عن قضايا أمتهم الكبرى وقضايا المسلمين، وأن لا هم لهم بقضايا أمتهم الكبرى وخاصة قضية فلسطين، أقول لكل مسؤول في البلد إنه ليس من أخلاق الإسلام وليس من مروءة العرب أن ننشغل برعاية الرقص والترويج له وإقامة الاحتفالات بينما يعاني إخواننا في فلسطين وفي غزة من عدوان وقصف ودماء وأشلاء. فإن لم تراعوا حرمة الدين وإن لم تراعوا أحكام الله الشرعية فليكن في الوجه ماء حياء ونخوة عربية. أقول لكل صاحب قرار في هذا البلد، أوقفوا هذه المهزلة، أوقفوا من يشوهون صورة بلاد الحرمين ويحرفون بوصلتها ولا يعبرون عن حقيقتها. بلادنا مهبط الوحي وأرض الرسالة وأرض النبوة وأرض الصحابة.